المهم راح اطلع لكم فيديو عبود عقيل الكوافير، هذا الكوافير الخاص مع العائلة صدام حسين، مو ذيك الكوافير اني تريت رايحة يمحت سجودة وشفت مريرو، هاي نفس الطريقة اللي تسمعون نفس الصوت والناس يروحون يشوفون ويدزولي النوبة، المشكلة يدزولي هاي المطربة الخاصة مع العدي، عدي ما عنده بنية عراقية تغني، يجيب عربيات يغنن اي بس عراقية ما عنده، كوافيرة كذب، ما اعرف شنو كذب، الدكتورة ما ادري الدكتور كله كذب، يجيبوا لكم ذكاء اصطناعي ويضحكون على الناس. المهم هذا اد تشوفوا ورايا الكوافير، راح نطلع لكم بداية العطوانيين هذول اللي يقون عليهم الكيكية والشاذين، هسه راح اطلع لكم اياهم. خلينا نشوف في زمن الهيبة صدام حسين شلون كان البلد، اسمعوا. كان من العراق عمل في صالح علاقة فلسطين مريديان الدولي، كذلك شاركت في كثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية ومهرجانات بابل وغير ذلك، ومهرجانات كان الأخرى من خلال تعامل بالأزياء، عملت كثير من عروض الأزياء وكانت ناجحة. هسه هنا يقول أني كوافير فندق فلسطين مريديان الدولي وكنت واني مصمم ازياء واني طبعا هو مو مصمم ازياء كان، بس اكو فشي غريب صار بالمجتمع العراقي بعد 97 بعد ما بدت الناس مو دقها الجوع انسحقت، بدت بناتي دورا اي شغل على مود يعيشن، فانتشرت في وقتها عروض الازياء، هي كانت فالطريقة للسمسرة يعني انه يجن البنات يستعرضون يقعدون ذولا عجل يابا عجل ويص عجل خيي ويشوفون ياها حلوة ويتفقون على السعر ويا ذولا، فهاي كانت طرقهم، لان انا اشتغلني بالحفلات فاشوف كل شيء بعيني يعني، فولا هو موضوع عروض ازياء ولا مهتمين وين اكو ازياء اصلا، احنا الشعب ما عنده اكل يعني، العراقي كان القميص يقلب الياخة مالته، اذا انا تقولونه كذب روحوا شوفوا المشهورين نشا تكرم تعرفوه لاعب منتخب، روحوا سمعوا اللقاء مالتش قال على الملابس، روحوا سمعوا كل العراقيين المشهورين ايش قالوا على ملابسهم بالتسعينات. تعرف فترة الحصار كانت يعني لازم تدرس ولازم تشتغل ولازم تلعب طول، فديوم انا طلعت لقاء قبل مدة وقلت انه احنا كان عندنا قميص واحد وانا يعني ما أدير بال اللي يحكي واللي يكتب واللي يتنمر ولا ما أدير بال يعني ما يهمني، فحكوا على القميص، قلت أنا عندنا كان عندنا قميص كنا نلبسه ثلاثة، أنا أختي موظفة بالبنك المركزي وكانت تلبسه أختي الصبح وألبسه أنا أروح للنادي كان تمرين العصر من ترجع أخذه، وبالليل أخويا كان يشتغل سايق تاكسي، فكنا يعني ثلاثتنا بقميص واحد، هسه ما نلبسه يوميه بس احنا ثلاثتنا فعليا كنا بقميص واحد، تعرف هذا القميص اللي كنا نقلبه، ذكر القميص اللي كان يتعب بعدين توديه الخياط يقلبه لك والبطلون يقلبه لك وتغير جيبه من هاي الجهه والطبقه تتغير تصير مال يصير نسائي فتحه نسائيه غير عن هاي، فاكو اشياء العفو اكو اشياء الناس او هذا الجيل ما يصدق بيها، يقول لك شنو يعني انت كانت مثلا طموحك انك تاكل موز مثلا او تشرب قطيه بيبسي، إيه ليش شو ليش يعني شو حقي انا شنو اكل موزه اشرب لي بيبسي حالي حال العالم، البس لي قميص بخير، البس لي الله يعزك حذاء كره قدم بخير، فعروض الازياء هاي عفوها السالفه. المهم هسه هنا جايب له واحد خشن شويه من ذول العطوانيين، هذا بدايه العطوانيين جاي بدا يعلمه شلون يمشي على الستيج مال شو اسمه مال العرض الازياء العرض واحد، لا 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 انا همتني جدا الحركه اللي سواها هذا من لاف وجهه، شوفوا لي من لاف وجهه نفس حركه عدي صدام حسين من دي يرقص بالحفله مال عيد ميلاد، انتبهوا لي عليها المتموجه هاي اسمها، شوفوا اي ام جي جاف طبعا من هن الاكراد، احترامي لبرنامجك بس انت كلبت يا اخي بزمان راح وانتهى وبي سلبياتي هوايه، بس صدق يا اخي هالزمن أنقس، والله يا أخي هالزمن أرقى وأفضل من زمن صدام حسين، رغم المساوئ البي والسلاح المنفلت
ودور كردستان العراق، تحياتنا لأهلنا الكراد، أنا ما أتكلم عليهم، أتكلم سياسة، ودور دول الجوار في تدمير الواقع العراقي. هذا البرنامج مستمر، هذا البرنامج رضيتم أم لم ترضوا، اقتنعتوا أو ما تقتنعون، هذا البرنامج مستمر بفضح جرائم نظام صدام حسين. لأن مثلا هذا الفيديو أنتوا كليتكم تقولون الواقع مو زين، وهذول عطوانيين، وولد مسوين شعرهم أصفر ومسوين نفسهم بنات. أنا دا أطلع لك الأساس، يعني هذا الفيديو عام 2000، هذا في زمن صدام حسين. وين في زمن صدام حسين؟ في فنادق درجة أولى لصدام حسين. وسأولا شوية راح أطلع لك ضباط شو اسمه الجهاز الأمن الخاص وجماعتهم يرقصون يا ولد، يعني شاذين. هسه راح أطلع لك ياهم، هسه راح اشوف بعينك جرائم ذاك النظام على مود تقول وين بدا، مين بدا الفساد بالمجتمع، ليش المجتمع صار انحلال بيه، تعرف الاساس. المهم انتبه لي على هذا، هسه راح يسوي حركه مال عدي بعيد ميلاده اللي تذكروها، خلي اشوفكم اياها، شوفوا راح يندار، هسه راح يندار، هذا راح يسوي حركه بقى مال عدي. هي انا شفتوا الحركه مال عدي، اضافه الى النجاحات اللي حصلتها الاخرى، حاولت ان افتح مجال الموسيقى للشباب، ففتحت احدى النوادي الليليه. يقول لحبي للموسيقى اتجهت الى اعمل حفلات موسيقيه في النوادي الليليه. هاي فيها زمن، في زمن الحمله الايمانيه وقائد التحرير القومي، ما اعرف اكو صفات دينيه من طيها ما اتذكرها بالضبط، يعني مهم هاي في زمن القذر صدام حسين. فهسه راح نشوف هاي النوادي الليليه ماذا بها في زمن صدام حسين الهيبه، مو يقولون اكو ملاهي هسه، هسه نشوفكم. يلا تفضل حبيبي. وهي الديسك الليلي، من خلال تعاملي مع الناس والشباب والشابات كان لي نجاح. لا 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 لا، شباب في زمن صدام حسين يتكامكشون؟ هل هذا واقعي؟ هل هذا معقول؟ شباب يتكامكشون في زمن صدام حسين الهيبة والأمن والأمان والمجتمع الراقي والطيب اللي يقولون عليه. خلينا نشوف بعد شكو بلاوي، يعني هذا هسه شكله مو ضابط، مو ضابط بجهاز الامن الخاص، ويا هذا العينتين يدير يرقص وكلهم في حاله مزريه جدا. احب الرقص بشكل فظيع. كنت من طفولتي احاول دائما افكر ان يكون عندي مكان للرقص. لا 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 تهز، لا تهز في زمن القائد صدام حسين الهيبة، لا تهز، عيب الهززان. انتو زلم كنتو بوقت الجيش الرابع بالعالم، وصدام قبل ما يطفي الجيجارة تركيا هيش تسوي السدود كلها، تعزلهن وتحولهن الى جنط دبلوماسية وتنزم. هلو 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 هلو. لا 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 تهز بزمن صدام يا معود، كل وسائل الراحة متوفرة كلها، وليس هنالك اي مشاكل ابد. هاي نسوان هم اكو اي شاب عراقي او اي مرأة عراقية، الحياة امنة جدا بفضل القيادة وبفضل السيد الرئيس صدام حسين. هذا مو طالع فيلم الرسالة؟ هذا هاي عيني شايف هاني، من هذا العبد؟ كملي كملي. بفضل القيادة وبفضل السيد الرئيس صدام حسين. قال بفضل منو؟ لا 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 لا، انا زار منتج هذا الفيديو كذب، بس ما ادري ايش قال هو هسه قبل شوي، سمعتوه؟ اسمعوا اسمعوا. ضرر بالنسبه لاي شاب عراقي او اي مرأة عراقيه، الحياه امنه جدا بفضل القياده بفضل السيد الرئيس صدام حسين. مو اني والله، هو قال بفضل الرئيس القائد صدام حسين، وطلع هذا ضايج من هذا لان هذا دا يرقص ويا غيره،
وهذا ما دي يقبل ضابط المخابرات ما ادري الامن ودي يتعاركون والله لا تباوع على غيري باوع علي انت في زمن صدام حسين احنا مو شاذين احنا هيك واحد يحب الاخ باعوا باعوا باع العركه اللي بيناتهم والله مو اني شوفوا ولا نريد هلا وهلا وهز يابا والله الهزه شايفها من الموصل هاي الهزه مصلاويه والله هيك تروح الحفلات ولد الموصل هيك يرقصون عذرا المو كله الموصل عند اتكلم عليه يحبون صدام واللي كانوا بالاجهزه الامنيه هاي الرقصه مالتهم والله اتراهن عليها باعوا هذا راح يرقصها هسه راح يسوي هذا هذين انا ما علي ابد ما هم اي صدام حسين ايش بيه صدام حسين رجل عظيم طيب وليس ويس. ياتي بعده رجل انه قائد هسه عرفتوا مني اللي يحب صدام حسين لا ياتي بعده رجل بشرفك وتعتمك لا 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 دغدغني من هنا هم دغدغني لا 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 يأتي بعده رجل يعني هسه انت ابوك مو رجال وانت مو رجال اي طبعا انتم تشوفون الوضعيه من جهتكم انه انا حكيتها بالبدايه اول ما بديت انه اللي يحبون صدام حسين هم شاذين جنسيا وامهاتهم لان ابائهم مو زلم اللي يحط صوره صدام بغرفه نومه او يحطها بالصاله مالته بيته واحد حاط شوارب مليانه قذاره وزباله حاطه بنص الهول مالته او بغرفه نومه هذا مو رجال لان هاي المره وقت اللي تجيها الحاله الانثويه تشوف رجال معلق وهذا بصفه كل شيء ماكو يضرب جقاير والباس ملابس وكل شيء ماكو دخيل مثل هذا فطبعا تشوفه هو الرجل الوحيد بالعالم ما يجي بعده رجل لا والله احنا زلم يا ول انا على ابوك لا ابو صدام حسين لا ابو كل طنطه مثلكم والعراق هو 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 منبع الزلم اذا ما تعرف من العراق كله زلم ادب سيزيه الحقيقة تكتمل حيث نضع النقاط على الحروف مع نزار الخالد الرجاء شارك الفيديو لتعم الفائدة على الجميع وتكشف الحقائق التي دلسها حزب البعث لسنوات طوال انتظرونا في الحلقة القادمة